العوافي، نرجع نطلع عليكم اليوم 9:30 بتوقيت الجبل. قبل ما بلش بس بدي اسأل سؤال، هل من المفترض انه نعملها 8:30 بتوقيت بيروت لللايف فيديو، ولا بضلني على 9:30 بتوقيت بيروت؟ شو يعني، بتمنى عليكم انه تقولوا لي عن الجواب، عن التعليقات، اي انسب لكم واي انسب بالنسبة لدول الاقتراب، بالنسبة للايسترن تايم، بالنسبة للباسيفيك تايم، بالنسبة لاوروبا، وبالنسبة لاستراليا. لازم اعرف رايكم، لانه انتم اللي عم تتابعوا، وبالتالي بدي اشوف اللي بلبنان اي ساعه بتناسبهم، وبالباسيفيك تايم عم بحكي عن الـ عن القاره الامريكيه، ان كان شماليه ولا جنوبيه، والباسيفيك تايم كمان بالقاره الامريكيه شماليه وجنوبيه، واوروبا كمان، لحتى نشوف اي الوقت مناسب اكثر، لانه صار في كذا شخص قايل لي انه اذا بنعملها ساعه قبل او لا. اليوم موضوع كتير مهم بيتعلق بالتدقيق الجنائي، وبيتعلق بأسباب العرقلة ومين ورا هيدي العرقلة. النقطة يمكن في كتير صاروا بيعرفوا عن هذا الموضوع، بس النقطة هي مش بس كرمال انه نسمي الاشياء بأسمائها، النقطة الأهم هي انه اللبناني يعرف، غير انه مين عم يعرقله وغير مين شو هي الأسباب، يعرف بالتحديد هيدا الموضوع شو بيأثر على إيداعاته وشو المطلوب ينعمل. يعني في هناك ناس بتقول انه ليش ما بينزل الجيش بيسحبوا من رقبته لرياض سلامه وبيجيبوا على التحقيق، لانه القضاء الظاهر يعني القضاء المالي ما بيتحرك، النيابه العامه التمييزيه ما بتتحرك، وكلنا منتظرين التغييرات بالاصلاحات القضائيه لحتى يتم تعيين مجلس قضاء اعلى جديد، وكان عم ينحكى بهذا الموضوع، وايضا تعيين مدعي عام تمييز جديد، تعيين مدعي عام مالي جديد، لانه إذا ما كان في قضاء عم بيواكب هذه الأمور وعم بيلاحق تبعا للجرائم المالية المرتكبة، ما بنوصل لنتيجة يعني إلا بهيدي الحقيقة. هلأ هل يا ترى في واحد إذا دستوريا ما بيقدر يتحرك الجيش بدون أوامر من السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية هلأ معطلة نتيجة الموضوع فيما يتعلق بتحقيقات المرفأ، واللي كمان تبين من وراء هذه التحقيقات، يعني الريبورتاجات اللي طلعت بهاليومين وخاصة على الميادين عن موضوع التحقيقات وعن موضوع انفجار مرفأ بيروت والحقيقة الفضلة القصوى اللي فيها، بتبين انه كل هذه الامور والاجراءات القضائية كأنها ما لها عازة، وبالتالي الحقيقة بمطرح تاني. هاي مشان هيك في علامات استفهام على جميع هيدي الامور. والمشكله كمان اكثر انه الواحد اذا بده يودي هذا الملف الى التحقيق الدولي، كمان بدنا نعيد قصه التحقيق بمقتل رفيق الحريري والنتيجه اللي وصل لها، وكلها مبينه كانت كذبه وخديعه سياسيه من اجل الضغط على لبنان لغايات سياسيه معينه، يعني اكانت بالخارج او بالداخل. بالتالي هيدي المواضيع كلها ما لازم المواطن يكون قريب من فهمها لحتى يعرف كمان هو شو بده يفكر بهيدا الخصوص. هلا بالنتيجه الخلاصه من المواضيع اللي عم نفتحها، يا اخي بدك تعرف الصح من الغلط، المواطن لازم يعرف الصح من الغلط. ليه؟ لانه فايتين بموسم انتخابات، وبالتالي ما حدا يفكر الانتخابات ما بتاثر على موضوع اعاده انتاج النظام السياسي والهيكليه السياسيه بدوله لبنان. بالتالي الصوت اللي بده ينحط بالاقتراع بصندوق الاقتراع هو اللي بيكون حافز للتغيير، وهو ببلش التغيير فيه، لأنه الشعب بالنتيجة هو اللي بغير. هلأ بغض النظر عن هالمواضيع، طيب بدنا نوصل له فكرة للمواطن، أخي رئيس الجمهورية بغض النظر عن ميولك السياسية، كل واحد عن ميوله السياسية يصطفل هو حر فيها، بس بالتالي بدك تعرف أنت مين ماسك الحقيقة ومين ماسك سيفه ومين عم بيحاول يطلعك من أزماتك. انت بدك تعرف، بدنا شغلتنا نحن ننور لك طريقك بهذا الموضوع بكل تجرد ومن دون اي تحيز سياسي، لانه واحد بلس واحد بيساوي اثنين، يعني ما فيك واحد زائد واحد تقول لي 110 او 200. بالتالي لحتى تعرف الحقيقه بدك تعرفها من مصدرها، وبدك تعرف تميز بين الصح والغلط. شفنا كلنا سوا موضوع رياض سلامه بالتحديد، هذا الشخص الذي عين سنة 93 كحارس على مالية اللي بدهم يسرقوها المنظومة اللي عينته، ما عليه بدنا نقول الأمور من دون قفازات وبدنا نحكيها مثل ما هي. طيب رياض سلامة صار له، ما بدي أحكي من قبل،
صار له من سنة 2014 وقت خزق التقرير، 14 صفحة من التقرير اللي طالع عن صندوق النقد الدولي، اللي بيحذر انه الدولة اللبنانية ومالية الدولة اللبنانية جاية على انهيار خطير، والعملة الوطنية جاية على انهيار خطير نتيجة الفزلكات المالية والسياسة المالية اللي عم بيتبعوها جماعة المنظومة الفاسدة، ان كان بالديون، كان بنهب الاموال، ان كان بصرفها باماكن غير مخصصة لها، ان كان بالنهب المتواصل عبر التحويلات، لانه بالنتيجة كل هالمسؤول عم بيسري بطريقة غير مشروعة. طيب ما كلهم مفضوحين وكلهم معروفين. هلا الشعب ما بيتوحد بفكره وما بيتوحد بقلبه، لا، وما بيتوحد بالهدف لحتى ينزل ويسقط هذه المنظومة الفاسدة، لأنه بالنتيجة كلهم بفكروا بمنطق طائفي، بمنطق مذهبي، وبفكروا بالزعيم تبعهم. إذا هيدا الزعيم والله إذا شلناه بده يروح الغطى عنا، بطل يزفت لنا الطريق، بطل يشق لنا طريق زراعية، وكأنه المسؤول بالدولة هو لإنجاز خدمات للمواطن على الصيغة الشخصية، علما انه المسؤول بيتوجه للوطن ككل والشعب اللبناني ككل. طيب رياض سلامه من 2014 خزق هذا التقرير لحتى يخفيه عن مش يخفيه عن نبيه بري وعن فؤاد السنيوره وعن سعد الحريري وعن هالمزارع هيدي، ليخفيه عن الناس اللي عم بتطالب بالاصلاح، واهمهم رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون والتيار الوطني الحر. طيب هن حاملين لواء الاصلاح وهن اللي عملوا كل هذه المشاريع بالدوله اللبنانيه واللي عم بيعرقلها معروف مين، ما بدنا نفوت بهيدي التفاصيل. طيب رياض سلامه عم بيعرقل كل مره، يعني بتحاول شركه الفاريز ومارسال لحتى تفوت اعمق بالتحقيق الجنائي والتدقيق الجنائي، عم بيعرقل عبر امتناع عن تسليم الداتا ساعه وساعه عن تسليم المستندات. طيب اهم سؤالين بينطرحوا من الشركة، من شركة التدقيق الجنائي، شو هني؟ أول شيء كشف مفصل عن حركة الاحتياطي من العملات الأجنبية بمصر في لبنان وحركة التحويلات منه ولإله. كلكم بتعرفوا يعني هالتحويلات اللي انحكى عنها واللي ما تحركت النيابة العامة المالية، وبذات الوقت إصرار رئيس الجمهورية على تمرير قانون التدقيق الجنائي اللي صار قانون نتيجة، مش نتيجة انه والله نبيه بري والمنظومة الفاسدة قبلوا فيها، لا، لانه فضحهم عراهم لما نزل رسالة على مجلس النواب بموضوع التدقيق الجنائي. يعني صحيح انه بلا حياة، بس بالاخر بدهم يتعروا وبدهم ينحشروا، كرمال ما ينحشروا اكتر قدام جماعاتهم قبلوا على مضض. بس شو عملوا بالوقت ذاته؟ ركبوا قصة السرية المصرفية والمهلة، علما القانون اللي كان مشروع القانون اللي كان مقدمه تكتل لبنان القوي كان مفتوحه مهلته فيما يتعلق بالسريه المصرفيه، يعني مش محدد بسنه. اجى الارنب تبع نبيه بري واللي نفذه سمير جعجع عبر ارنبه عبر جورج عدوين، نزلوا عملوا اقتراح قانون لحتى يعني ما قادرين يبلعوها لقصه الاحراج بالتدقيق الجنائي وبالرساله اللي وداها رئيس الجمهوريه. شو عملوا بهذا الوقت؟ فوتوا اقتراح السنة. ليه عملوها السنة؟ هلأ بنشرحها. طيب نرجع للسؤالين اللي بتسألهم الشركة، اللي هن مش بس سؤالين، هن الجوهر تبع عمل شركة التدقيق الجنائي. أول شيء كشف مفصل لحركة الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجودة بالمصرف وحركة التحويلات الداخلي والخارجي، يعني in و out، وعدم الاكتفاء بالبيانات النصفية اللي بيصدرها رياض سلامة عن حركة الاحتياطات، الاحتياط الأجنبي، يعني بيعلنها ببيانات نصفية يعني كل شهر. اثنين، المهمة الثانية بالتدقيق الجنائي بالشركة هي كشف مفصل عن الهندسات المالية والمستندات اللي فيها وآليات ومعايير التوزيع لتبيان حيالله استنسابية بموضوع اللي بتعطي أفضلية لفئة لمستفيدة ولفئة على أخرى، وما بين العمل الجرمي أو الجزائي. هيدي جوهر مهمة التدقيق الجنائي. طيب هلأ شو عم بصير؟ رياض سلامة عم يمتنع عن إيداع بالمستندات والداتا والمعلومات اللازمة لشركة التدقيق الجنائي. ليش؟
تتذكر وقت اللي نبيه بري يعني طلب من سمير جعجع يحط له أرنب بواسطة مشروع قانون تعديل للمشروع القانون اللي نزله تكتل لبنان القوي فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي، اللي كان التكتل لبنان القوي كان طالب مهلة مفتوحة تدقيق جنائي بحسابات مصرف لبنان، وهم صاروا يطلعوا بعراقيل شو يقولوا له؟ ايه منبلش بوزارة الطاقة، ما هو التدقيق الجنائي هودي للناس اللي ما بدهم يفهموا، هن المنظومة الفاسدة عم تضحك على الناس، بس الناس اللي ما بدها تفهم خليها تفهم. التدقيق الجنائي لما يطال حسابات المصرف المركزي تعرف شو يعني؟ يعني كل حسابات الوزارات هي المفروض تكون فايتة بالمصرف المركزي، لانه الوزاره هيدي بشغل بطريقه مبسطه بلغه مبسطه للناس، الوزاره ما بتترك مصرياتها عندها، يعني الوزاره اللي بتجبي الجبايه اللي بتعملها بتوديها على مصرف لبنان حساب رقمه 36، كل الوزارات ما بتخلي مصرياتها بالوزاره، اللي بتجبيهم بيروحوا اوتوماتيكمان على مصرف لبنان، بالتالي ان كان وزاره الطاقه ولا وزاره الماليه ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا وزاره الدفاع ولا وزارة العدل، يعني حتى كل الوزارات المنتجة بتروح هذه الحسابات على مصرف لبنان، بالتالي التدقيق الجنائي اللي عم بيصير على مصرف لبنان وحساباته يعني تشمل كل الوزارات، وهيدي الكذبة هن عم بيقولوا انه لحتى ما ينفضحوا بيديروها سياسيا بيقولوا على وزارة الطاقة، علما انه وزارة الطاقة كمان لحتى تفهم الناس اكثر، معليه دورنا نفهم العالم للحقيقة القصوى. وزارة الطاقة لما بدها تعمل حيالله صرف بآليات الصرف عندها بدها تاخد موافقة وزارة المالية، إذا ما أخذت موافقة وزارة المالية لا تستطيع وزارة الطاقة وأي وزارة إنه تقدر تصرف، إنه تقدر تعمل معمل، إنه تنتج، إنه تجبي، ما في وزارة المالية بدها توافق. مين بإيد مين وزارة المالية المتعاقبة؟ بإيد مين؟ بإيد اللي عم بي اللي مش معاجبه الحديث يطلع من الصفحة، ما حدا جبركم تحضروا يعني، بس خليكم تعذبوا 100 مرة برجع بقول لكم إياها وبقول لكم إياها، الكلام اللي بلا تهذيب والكلام اللي فيه شتائم يا أخي بدل عن نفسيتكم لا أكثر ولا أقل، وبتضحكوني والله العظيم بصير أضحك عليكم، بصير أتمسخر عليكم إنه ليك ما لا مستوى، يعني عم نحكيكم كلام تقني وعلمي، وفي ناس بعد من هالخصوم يعني الأغبياء بيطلعوا بصيروا يسبوا. فإذا هيدي كلها بدها تمرق بوزارات المالية، وزارات المالية المتعاقبة من سنة 92 هي يا بإيد المستقبل يا بإيد حركة أمل، يعني رؤوس المنظومة الفاسدة. هلا الفزلكات المالية والسياسات المالية علما إنه في 12 سنة بدون موازنات وكانت تركب الموازنات بطريقة الفزلكات اللي هن بيغطوا على سرقاتهم، شو كانت تعمل هذه القصص؟ ما كانت تضيع كل النهب اللي عم بيصير لحتى يركبوا لهم اوراق على ذوقهم. طيب بتقوم شركة مارسال والفاريز، بتعرف شو بتطلب من رياض سلامة؟ بتطلب منه مستندات محددة بالنسبة للاحتياطات، بالنسبة للتحويلات، وبالنسبة لأموال الوزارات اللي فاتت على حساب رقم 36، بتعرف شو بيعمل؟ بيقوم بيودي لهم آلاف المستندات والأوراق لوين؟ على دبي، على مركز الشركة. بيودي لهم أوراق بيقول عنه المستندات وهن منشالين عن جوجل. طلعوا شركة الفاريز طلعت عليهم ومرسال تبين إنه هيدي ما لها علاقة بالسؤالات اللي هن سألينه إياها، ما لها علاقة بال 140 سؤال عن المستندات والداتا، شايلهم عن الجوجل بس ليضيع وقت. ليه؟ تضيع الوقت هو شو؟ كيف ركبوه؟ ركبوا نبيه بري بطلب من جورج عدوان اللي هو نايب بحزب سمير جعجع من اجل عرقلة التدقيق باي طريقة، بشرعوها بحسب القانون، يعني مش السلطة الاشتراعية مين ماسكها؟ ماسكها نبيه بري اللي هو الزعيم الاول مع رفيق الحريري ومع مزرعة الحريري بالفساد المالي بالدولة اللبنانية. قال له حط لنا السنة لحتى نعمل مثل انه عملوا مشكل وبدوا يطيروا النصاب، قالوا لك بنعمل مثل كومبرومي يعني تسوي، حطوا السنة وصوتوا عليها الأكترية النيابية اللي بتتشكل من حركة أمل، الحزب الاشتراكي، حزب المستقبل، حزب القوات اللبنانية وحزب المرضى.
وحزب القومي السوري، ما هو هن الاكثريه. لما يحكوا سمير جعجع وجورج عدوان واوسكاريته كل سوا والبراميل تبعيته عن موضوع الاكثريه، بايد مين الاكثريه؟ شو هي بايد التيار الوطني الحر وبايد المقاومه؟ اكيد لا، لانه مجموعهم اثنيناتهم ما بيوصلوا لل 65 زي لل 64 زائد واحد. بالتالي الاكثريه النيابيه هي هول اللي عدتهم، نبيه بري، وليد جنبلاط، سعد الحريري، ميشيل شو اسمه سليمان فرنجيه، وحزب القوم السوري، هودي هن الاكثريات بقلب المجلس، وهودي اللي تعودنا عليهم من سنه 2005 وطلوع. فبيركبوا السنه تبعيت السريه المصرفيه لحتى، ومين كلفوا للتعرقل؟ بكلفوا شو اسمه رياض سلامه، بيطلبوا منه الشركه التدقيق، يا خي يعطينا كذا، رح يخلص الوقت، بيقول لهم هيدي ما بقدر، لانه هو طالبينهم، هودي لهم علاقه بالسريه المصرفيه، بقانون السريه المصرفيه اللي بيمنع الكشف عن الاسماء والكشف عن المستندات. علما انه هيدي الكذبه اللي بيكذبها نبيه بري ووليد جنبلاط وسعد الحريري وفؤاد السميورة وسمير جعجع وكل هذه المنظومه. السريه المصرفيه هي فقط عن اموال المودعين، عن الاموال الخاصه وليس الاموال العامه. الاموال العامه ما عليها سريه مصرفيه، ما عليها. اموال الدوله ما عليها سريه مصرفيه اللي موجوده بمصر في لبنان. حتى بالحج اللي عم يعملها رياض سلامه ما بتمرق. طيب بيتحجج بالسريه المصرفيه لعدم افشاء الاسماء، بتروح القصه شهرين ثلاثه ليرجعوا يقدموا طلب عن جديد لحتى يسالون عن المستندات وعن الداتا وعن المعلومات. راح تخلص المهله، تخلص مهله السنه، بصير في تعذر الاستكمال بموضوع التدقيق الجنائي لحتى ما يوصل للنتيجه المتوخاه. ليه ما بدهم يوصلوا للنتيجه المتوخاه؟ ليه خايفين من التدقيق الجنائي؟ التدقيق الجنائي قلنا عنه شو هو. التدقيق الجنائي هو اكبر بكثير من الاوديتنج، وهو لب الموضوع لانه بيطال كل الحركه الماليه اعتبارا من سنه 92. ليش خيفانين نبيه بري، مزرعه الحريري، وليد جنبلاط، سمير جعجع، رجال الدين؟ ليه خيفانين وليه بيعملوا متاريس طائفيه لرياض سلامه او لفؤاد السنيورة او لنبيه بري او لوليد جنبلاط او لسعد الحريري او لسليمان فرنجيه؟ بيعملوا متاريس طائفيه وخاصه رجال الدين، لانه الصناديق اللي فرخت، معلش هون بدي احكيها بكل تفصيل، الصناديق اللي فرخت اعتبارا من سنة وقت اللي اجى رفيق الحريري على السلطة، فرخ الصناديق اللي هن 16 صندوق. يعني مجلس الانماء والاعمار عملوا حصروا بالطائفة السنية ليستفيد هو منه وجماعته، مش الطائفة، يعني الشعب ما استفاد، هو والحوسة تبعيته كانوا عم يستفيدوا. شريك هو وبري عملوا رئيس مجلس الانماء والاعمار من ميلة رفيق الحريري ونايبه من ميلة حركة امل لحتى يمرق له بالسلطة التنفيذية وهيداك يمرق له بالسلطة الاشتراعية. بعد في اوضح من هيك؟ في اسهل؟ اذا صعب التفسير قولوا لي، يعني اللي مش قادر يفهم التفسير قولوا لي لحتى نرجع نهونها اكثر. خلق صندوق مجلس الانماء والاعمار، تقاسموه هو ونبيه بري، رئيسه تابع للطائفة السنية، نائب رئيسه تابع للطائفة الشيعية، بس لا الطائفة الشيعية عم تستفيد ولا الطائفة السنية عم تستفيد. مين اللي عم يستفيد؟ رفيق الحريري ومزرعته، نبيه بري وحوسته ومزرعته وأرامبو. بالتالي أموال هيدا الصندوق ما كانت تخضع للرقابة. ليه؟ لأنه الصناديق اللي اخترعهم رفيق الحريري بيمرقوا عبره شخصيا عبر رئيس الحكومة، وبما انه رئيس السلطة الاشتراعية اللي هو نبيه بري متواطئ معه، صفى ما في محاسبة بمجلس النواب، والمتواطئ الثالث هو وليد جنبلاط. تقاسموا كل هذه السرقة لشو؟ لحتى ما يكون في رقابة لا من ديوان المحاسبة ولا من التفتيش المركزي ولا من مجلس النواب اللي هو السلطة الأساسية للمراقبة والمحاسبة على أعمال الوزراء والمدراء العامين واللي بدكم إياه. خلقوا له كمان لنبيه بري صندوق جنوب. مجلس الجنوب تعرف شو هو؟ هو صندوق خاص بنبيه بري.
آلية الصرف غير خاضعة للمعيار الرقابي، لا ديوان المحاسبة ولا التفتيش المركزي ولا السلطة التنفيذية. نتيجة الاتفاق العلني والضمني في بعض الأحيان بين مزرعة الحريري ومزرعة بري ومزرعة جنبلاط. بال 2005 اجت مزرعة سمير جعجع ودحشت فيهم. صندوق المهجرين نفس القصة، آلية الصرف غير خاضعة لعملية الرقابة. وبيجوا بيقولوا لك بيحملوا لك رئيس الجمهورية ميشيل عون مسؤولية الأزمة المالية. هلا مين كان أنا بسميه لرياض سلامة سدة فلينة، يعني فلينة القنينة؟ مين الحارس البواب على هذه السرقات؟ رياض سلامة. رياض سلامة يملك كافة المعلومات عن هذه المنظومة لأنه هو اللي كان عم يعمل التحويلات، وعلما كل التحويلات بلبنان من لبنان إلى الخارج لا تتم إلا عبر ما تدخل بالمقاصة وتدخل بمصرف لبنان، يعني مصرف لبنان بدها تمرق فيه إجباري لحتى تظهر لبرا هذه التحويلات. كيف يعني؟ فشوفوا مين عم يعرقل، ما بدهم يوصلوا لنتيجة حتمية بالتدقيق الجنائي لأنه رح ينفضحوا. كل التهريبات، كل النهب، كل المشاريع اللي عملتها سوليدار، اللي عملها مجلس الماء والعمار، اللي عملها مجلس الجنوب، اللي عملتها هيئة العليا للإغاثة، اللي عملتها هيئة إدارة المرفأ، اللي عملتها الطيران المدني، المطار، الحوت، التلزيمات والعقود اللي انعملت بقلب المطار من مطاعم لمنطقة حرة، مجلس الجنوب كل المشاريع اللي انعملت كمان نفس الخبرية. تخيلوا بيعمل مجلس الجنوب بيعمل مدرسة بحطها كلفت 20 مليون دولار بضيعة ما فيها أربع طلاب أربع تلاميذ، شو هيدي بيسموها؟ ما هيدي نهب، هيدي فساد، هيدي تبرير للنهب إنه بتنهب أنت. هلا بقول لك شو الحل، بتنهب وبتعاون النهب بهيدي الطريقة فقط لغير. طيب هيدي الصناديق كله وصندوق المهجرين والصناديق والجمعيات اللي بيحكي عطول عنهم في قمة الجبل، الجمعيات اللي فرقت، بتخيلوا في 680 جمعية خيرية لا هودي الزعماء مفرخينا مع أسكاريتهم ومع براميلهم ومع زعرانهم مفرخينا. جمعيات كل جمعية بتطلع بالموازنة، والموازنة الدولة بتطلع فيها فقرة خاصة للفزلكة بالجمعيات. مين بيطلع فتش مين هذه الجمعيات؟ بيطلعوا لنبيه بري، لرندا بري، للياس الهراوي لمرته، لمشيل سلمان لمرته، لسلمان فرنجية ومرته، لا للحزبين كلهم، لا ستريدا جعجع، لا سمير جعجع، ولكلهم هودي الجمعيات لقلهم. هودي شو؟ هودي روافد من على المنبع الاساسي اللي هو النهب الاساسي اللي كان عم بيصير بطريقه مقوننه بمجلس النواب عبر فزلكات الموازنه تبعيه الاستدانه وحاميها وحارسها والبواب تبعها هو رياض سلامه. طيب بيجي الجنرال عون بيطرح موضوع التشكيلات القضائيه، طرح هلا من يومين بالنسبه للتسويات اللي عم تصير فيما يتعلق باعاده العمل للسلطة التنفيذية وانعقاد مجلس الوزراء. يا خي غيرونا السلطة، بدنا غير السلطة القضائية. وبيطلع لك سمير جعجع بيقول الأكترية التيار الوطني الحر والمقاومة. يا خي شو هالكذبة هيدي؟ شو هالمسحة؟ وأنت يلي ماشي معنا حركة أمل، يلي ماشي مع حزب المستقبل، يلي ماشي مع الاشتراك، يلي ماشي مع القوات اللبنانية، يلي ماشي مع المرضى، يا خي ما بتفهم أنت؟ ما بتفهم؟ ما بتفرز براسك؟ ما بتحاول تفتش عن الحقيقة؟ ما شوف الحقيقة وينها. بيكذبوا عليك بيقولوا لك الأكترية وين، وهن بمجلس النواب أكترية وهن بمجلس الوزراء أكترية، بياخدوا الأكتريات التلتين. وإذا إذا أخذ التلت رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بصيروا يصوبوا على التلت، ما بيصوبوا على التلتين تبعهم، بصيروا يصوبوا على التلت، ما بيصوبوا على النص زائد واحد للقرارات اللي بحاجة لأكترية مطلقة ان كان بمجلس النواب ولا مجلس الوزراء. هيدي الحقيقه بدنا نضل نحكيها لحتى الكل يفهمها. واللي بيقول لي على من تقرا مزاميرك يا داوود بدي ضلني اقراهم.
لا حتى، لانه الحقيقه هي مثل بول دناج، مثل كره الثلج، كل ما تكبر كل ما تجرف معها. طيب وبيرجع عندك كمان التعقيدات المذهبيه بكل مذهب، عند الشيعه في تعقيدات مذهبيه، المقاومه ما بتقدر تعمل له شيء لنبيه بري لانه ماسك الدوله من سنه 92، ماسكها بخنوانيقها، ولانه بيقولوا عنا منظمه ارهابيه مش قادره تتواصل مع الخارج الا عبره. وعند السنه نفس الخبريه، الشعب السني مشحر محترق دينه، والشعب الشيعي مشحر محترق دينه، والشعب الماروني مشحر محترق دينه، والشعب الارثوذكسي وهلما جره، والشعب الدرزي محترق دينه، اللي مستفيدين هن اللي على راسهم قاعدين. تعقيدات المذهبيه من مال، تعقيدات الطائفيه من مال، التعقيدات الدينيه من مال، بطريركيه من مال، بتحول مصرياتها، دار الافتاء بحول مصرياته، المذهب الشرعي الاسلام الشيعي الاعلى بهرب مصرياته، المجلس الدرزي المذهبي بهرب مصرياته، وهدوليك بهربوا مصرياتهم وبيعملوا ثروات وما حدا بيقول لهم وينه. طيب الحل وين بيكمن؟ خي اذا بدنا نحكي بلغه شعبيه، انا برايي الشخصي لو انه الجيش منه على صوره هذا الشعب اللي هلا بعدني عم بحكي عن تعقيداته المذهبيه والطائفيه والدينيه والاجتماعيه، كان الجيش بينزل بفكر ابيهم كلهم سوا، بيشحطهم من قصورهم، بيصدر لهم قصورهم، وبيعمل لهم محاكمات. بس الجيش ما بيقدر، ليه؟ لانه مخضعين الجيش للسلطه التنفيذيه. والسلطه التنفيذيه خاضعه للمعايير الطائفيه والمذهبيه وللاكثريات والاقليات لدرجه متحكمين بهذه المنظومة اعتبارا من سنة 92. اجا شخص اسمه ميشيل اون ليفككها، ونجح بتفكيكها، ونجح بالرغم من كل هذا الموضوع وهيدي العرقلات اللي عم يعملوها والمؤامرات اللي عم تنعمل واللي عم تتنفذ، نجح بتفكيكها. واللي مش شايف انه مفككت فككت هيدي المنظومة بيكون ما بعرف شو صاير بدماغه. تخيلوا لك بس على صعيد النفط والغاز، قانون انعمل بالقوة تنقيب عن الغاز والنفط اللي كان ممنوع علينا، قانون التدقيق الجنائي انعمل بالحيلة، ولك لما انحشروا مرق لهم رسالة لمجلس النواب، انحشروا لحتى ما يسود وجههم أكثر ولحتى ما تبين الحقيقة، قبلوا فيه لأنه التدقيق الجنائي وبس ركبوا له تعديل تبع السنة. بكل المواضيع بالقوة انعملت من وراء سياسة العماد عون اللي هي ملف سياسة القدم، ملف ورا ملف. صحيح عرقلوا له عهده، نعم، بس الصحيح ايضا انه بعهده للرئيس عون طلعوا كلهم من جحرهم وصاروا بالسلاح الابيض عم يقاتلوا وناطرين تسويات هن لحتى يشوفوا اذا بيضلوا موجودين على الساحة السياسية ولا لا. هون بده يجي دور الانتخابات، وهون بده يجي الوعي بهيدا الموضوع. رياض سلامه يا خي القضاء ما راح يتحرك، ما راح يتحرك لانه ما في عندنا نيابه عامه ماليه بتتحرك، وما في نيابه عامه تمييزيه بتتحرك. واللي بيشكي من القضاء من ميلتهم، يعني نبيه بري بيشكي من القضاء، ما هو ماسكه من ميله، وهودوكي بيشكوا من القضاء وبروحوا على التحقيق الدولي وهن ماسكين ورا القضاء، حتى ما عندهم ثقة باللي هن ماسكينهم. الحل إذا كان باللغة الشعبية إنه الجيش انزال كسر وطحبش، ما رح يعملها، لأنه الجيش هو على صورة ومثال هذا الشعب. وبالتالي إذا كان الشعب مطيف ومذهب وما بيعمل خطوة لحاله، قلب واحد وإيد واحدة، كمان بس يطلع الجيش يقرر انه هيك، بصيروا هن الزعماء يضربوا له ضباطه الرئيسيين اللي بيكونوا من المذاهب المتعدده، من الطوائف المتعدده. فاذا الحل وين؟ الحل عند الناس، الحل بالانتخابات. الحل انه الانتخابات تفرض على القضاء وتفرض على السلطه السياسيه
يتوقف رياض سلامة لو حتى مغطى من ربنا السلامة على اسمه، انه مغطى بالامريكان ومغطى بالفرنسوية ومغطى بدربي مين، صحيح هو مغطى بيروح بياخد معه 90,000 يورو كاش على مطار شادغول بفرنسا ما بيتوقف لانه مغطى، وعليه دعوة من قاضي التحقيق الفرنسية بباريس، وعليه دعوة بسويسرا، وعليه دعوة بريطانيا، وعليه دعوة باللوكسمبورغ. لو انه رئيس الجمهورية فخامة الجبل معه كامل الصلاحيات اللي كان بيتمتع فيها الرئيس قبل اتفاق طايف، لكن شو بده يحكي الواحد، ما كان كلهم سوا صاروا مجنزرين بالحبوسة. بلا، الحل موجود، الحل هو بالانتخابات النيابية، الحل انه نضلنا نقول الحقيقة لحتى يتوعى الناس، الحل انه نوعيها وين الصح وين الغلط. هيدا هو دورنا، طالما الاعلام مأجور، طالما المؤسسات التلفزيونية والاعلامية بلبنان مأجورة بتبيض صفحة المجوي والناهب مال العام، تطلع بتبيض له صفحته على التلفزيونات وبتسود صفحة اللي بده ينهي لهيدا المسود وجه لبنان، من رجال الدين للسياسة للمنظومة كلها سوا. هيدي اول خطوة فيه يعملها الشعب. جربوا ثورة الزعران، طلعت، جربوا الثورة طلعت زعران، طلعت ثورة زعران، طلعت ثورة عاملين الطبقة المنظومة الفاسدة على حالة لتجدد حالة. مش هيك العماد عون قال برسالته لبعيد الاستقلال، قال ما تخلون يرجعوا بتياب مزيفة. مش هيك يا لبناني وعاه، شوف مسيرته ونضاله للعماد عون من 2005 شو عم بيقول لك، قديش نبهك، قديش قال لك، قديه حكيك عن كل هيدي الامور، وقديه قال عن الوضع المالي شو بده يصير فيه. فاذا عندك الانتخابات النيابيه وعندك الثوره، الثوره ما في اذا قسم عملها لانه القلب مش واحد، وعندك شغله ثالثه اللي هي انه والله شو رايك المقاومه تعمل 7 ايار جديد. لك المقاومة أنجا تقوم بحالة بهيدي المواضيع لحتى ما يدلوا أصابيع عليها. الدول نازلة تقول عنا منظمة إرهابية، هل بارح بريطانيا، اليوم أستراليا، بكرة ما بعرف أي دولة. بدك تطير الإعلام كله سوا، بدك تعمل أحكام عرفية للإعلام، لأنه الإعلام صار مصدر للانحطاط، مصدر لضرب مكونات الدولة، لانه الاعلام اقوى سلاح. هلا شوفوا هالمتركاج اللي انعمل من 17 لهلا 2019. فاذا صوتك هو القصه كلها، انت بصوتك يا شيعي بدك تضربه لنبيه بري، بدك تروح تحط بالصندوق ليحة ما لها علاقه بنبيه بري حتى لو متحالفين مع المقاومه، بدك تروح تضربه بالصندوق، بدك تنتخب لوائح ما لها علاقه، ولك انت بدك تخترع لوائح، ما تروح صوب حجه المجتمع المدني اللي هي طوب مزيف للمنظومه الفاسده لا اكثر ولا اقل. هولي كلهم اللي فرقوا، الان جي اوز اللي فرقوا واللي عم بيزق، وكلنا الوطن واراده ومدري شو، هولي كلهم تياب مزيفه، هودي تياب قسم تاني، يعني بدل تاني لنبيه بري ولا وليد جنبلاط ولا مزرعة الحريري ولا سمير جعجع ولا الكتائب ولا المرضى ولا الأومس، لكل هذه الأحزاب البالية هولي طوب بدل تاني. سو أنت يا شيعي بدك تضرب نبيه بري بصندوق الاقتراع، وأنت يا سني بدك تضرب مزرعة الحريري وكل رموزها بصندوق الاقتراع، ما بدك تطلع ولا واحد منهم. وانت يا ماروني ويا مسيحي يا ارثوذكسي ويا ارمني ويا كاثوليكي ويا اقليات ويا بروتستانتي ويا انجيلي ويا سرياني ويا يا سريان كاثوليك سريان ارثوذكس، انا حدا هيزعل اذا ما ذكرت المذاهب، بدك تضرب اللي عم بيسموه لك ايه مجتمع مدني، مثله مثل الاحزاب الباليه، مثل حزب القوات اللبنانيه، مثل حزب الكتائب، مثل الشخصيات المسيحيه اللي بتسمي حالها شخصيات مسيحيه مستقله، بدك تضربهم بصندوق الاقتراع، بدك تسقطهم.
التغيير هون بيتم طالما مش قادرين ينزلوا يعملوا ثورة لأنه عم يستغلوها هيدي المنظومة الفاسدة ولأنها مرسة على ضرب الثورات اعتبارا من 1992 لأنه هيكلة الدولة تبعيتنا صارت عندهم زارعين أزلامهم وسنديقهم وإدارة نهبهم بالطريقة القانونية والاشتراعية. وانت يا درزي بدك تسقط وليد جملاط بالصندوق، ما صوتك هو اللي بيطلعه وصوتك هو اللي بينزله. كيف بدك تحبس رياض سلامة؟ بدك تربح الانتخابات ضد هذه المنظومة الفاسدة وتنتخب اللي عم بيفكر صح. لهالسبب كل المواضيع رح تصير يعني رح تتبلور ورح نحكي فيها يوميا لحتى نوصل الفكرة الحقيقية ونوصلك للصح. تحالفات بكرة بنحكي فيها بمواضيع تانية. فإذا هيدا كان موضوعنا اليوم لحتى تتوضح كل هيدي الصورة ولحتى يفكر اللبناني اللي بعده ما بده يفكر بالصح يفكر بالصح ويعيد حساباته. ومنشوفكم بكرة بإذن الله بتوقيت الجبل بفيديو تاني بموضوع آخر لحتى كمان نستمر بهيدي المعركة اللي هي معركة وجود. هيدي هي المعركة الحقيقية ونحن أخذنا على عتقنا نكون الصوت اللي ما عم بيخلوه يطلع بالمؤسسات التلفزيونية والإعلامية لأنهم بينباعوا وبينشروا. وبكرة مثل حي عنهم بهالتوك شوز اللي بتطلع اللي هي بس للأبواء الفاسدة. ونشوفكم الله راد بكرة بساعة 9:30 بتوقيت الجبل لحتى نجرب كمان التوقيتات التانية. ما تنسوا شيرز اللايكس والكومنتس لحتى كمان توصلوا هذا الصوت إلى أقصى الحدود. نشوفكم بكرة على الرد.